امرأة يطلقها زوجها 9 طلقات، ولكن على مدار 5 سنوات، وهو غير ممتلك لأعصابه، والطلقات متفرقات كل سنة أو أشهر مرة واحدة فقط لا غير. وعلى مدار 5 سنوات أصبح مجموع الطلقات 9، وآخر 3 طلقات أصلحها وأعطاها شاة من الغنم، وفي إحدى الطلقات ردها أخوها إلى بيت زوجها وهو غير عارف بأنها مطلقة، هل يلحقه ذنب من ذلك؟ والزوج الآن في بيت أهلها، وزوجها أيضا يريد أن يستردها، ولكن أهلها لم يرضوا بذلك ويسألون عن هذا الأمر ويريدون أن يتأكدوا منكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى: فإن طلقها، يعني المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا استوفى الزوج 3 طلقات فإنها تبين منه بينونة كبرى لا تحل له، وليس له عليها رجعة لا في عقد ولا في غيره، حتى تنكح زوجا غيره زواج رغبة ويطلقها باختياره، فحينئذ له أن يخطبها وأن يعقد عليها. وما ذكر في هذا السؤال فإنه يدل على التلاعب وعدم المبالاة، فإذا كان طلقها هذه الطلقات الكثيرة 9 كما يقول السائل، يكفي منها 3 وتكون باينة بينونة كبرى، وليس له أن يراجعها ولا أن يعقد عليها بعقد جديد، لأنها لا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع كما قال الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال هذه القضية تراجع فيها المحكمة الشرعية للنظر فيها والتحقيق فيها. نعم.